السلام عليكم، شلونكم شباب؟ ان شاء الله كله بخير شباب. اليوم اخذت علاوي. شنو اخذت علاوي؟ هل راح اخذه كل ساعه ياخذ شباب؟ والله راح اخبله، يعني ماكو اماكن ما راح اخذه. وياك قبل شوف هذا الجسس انا ساعتي نفتح ريد نوت بره مالته قويه ترى. شلون شباب الجسر تهوس بيه ويا اهل الماء والتراقي. يا اهل الماء شباب، باع المنظر من هنا. شوف شباب، هذا الجسر نعبره من منطقتي، المنطقة الثانية يعني على شارع العام الرئيسي. ومن هنا علاوي ايش قاعد يسوي بشعره ما ادري. حتى انتحر. لا 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 تنتحر، لا لا لا. شباب شوفوا. ومن هنا شباب خلوا اخر عن هاي اللافتة. طبعا هي هاي الحديقة الثانية، حديقة كلش حلوة. شباب هذا الجبل من هنا. ها شوفوا. هذا الجبل اللي ذاك اليوم رحنا مقدمة هناك وين هذي كمدينة الالعاب. يعني هناك صورنا لكم. وهسه راح اخذ علاوي. علاوي شنو رايك بالخضار؟ والله هيك شيء. لا والله هسه انا انتحر من القهر. شباب حاليا راح ندخل هنا مدخل الحديقه. بس باع الطبيعه لان الخضار للبرد. شوف علاوي راح يندعم بالشجره. بس باع الورد. علاوي باع. شوف كميه الورد ايش قد هنا. شنو رايك بالورد؟ فشي هاي لو بالعراق يشلعونه بشنو؟ صدق؟ ياخذونه. لا 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 بس باع شباب. شوفوا هذا ترى كله طبيعي. والله كله طبيعي. شوفوا. يعني هواية كلش. بس هذول الاتراكي يكمبرون هسه كل واحد ماخذ له زويه يم ورده ويمها. لا ما عندنا هنا يكمبرون ابدا. والله ما عندنا ناس تكمبر. استغفر الله. صاير شباب. الله صاير. الله صاير. استغفر الله. الله الله الله. نام نام علاوي نام. ترى القاعه نظيفه هنا. شوف كمية الورد. حرامات ما نام. ارتي نام. يا اخي تحس ما ادري شو تحس من الطبق. شنو هاي؟ ما ادري يا اخي راحة نفسية ما تتوصف. شوف 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 شباب هاي كلها ورد. بعض الورد. علاوي. الله. ليش الشلة؟ هاي هدية مني لك. هاي ثاني هم هدية. شمهم العطر. تعال بس سوي لي هيك. طيب باع 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 باع. شباب شوفوا هاي هنا. هاي هنا منتديات وحفلات واعراس، يعني هواية امور كلش هواية تصير هنا. تجمعات مثلا او الناس تجي تقعد او عندهم حفلة او عندهم عيد ميلاد، يعني هالامور هاي كلها. حتى الدولة يعني انه يجون يقعدون عادي كلش طبيعي. شوفوا. وعلاوي هنا ما ادري ايش قاعد يسوي. علاوي ايش قاعد تسوي؟ والله يا اخوي جاي ابغى الى المنظر الطبيعي الخلاب. الله اكبر. والله فتشي يا اخي. قاعد تدلل. شباب طبعا نسيت اقول لكم شغله. الرابط مال الفيسبوك ومال تيك توك ومال الانستغرام موجود بالوصف. كلهم بالوصف، واهم شيء تجون للفيس لان الفيسبوك كل يوم بثوث مباشره. ببجي وعليه جوائز ومسابقات، يعني بث حلو مرتب. واللي همه يعني يحب يدخل ويانا بالعشيره هلا بيه. كلكم تدخلوا، الكلان مفتوح لاي واحد. ويا الاس تي ار. وعلى قولة علاوي حياكم الله. شباب طبعا حاليا اجرت لي بايسكل. هذا البايسكل هو اخذته. علاوي جاي يتنفس. هاي شنو هاي علاوي؟ شنو هاي؟ مو بايسكل. عجبك؟ هذا إيجارة بعشر ليرات. الساعة بعشرين ليرة. النص ساعة عشر ليرات. هذا هو. بلاش. والله بلاش يعني تجي تأخذ لك بايسكل وتروح. المهم شباب هسه راح أفركم هنا وشوف الأجواء إيش قد حلوة. شباب شوف على شوف على شرا. ما بي بريك. بريكه مو قوي. طبعا كنظل بريك. انا جاي امشي لان نزله قويه. خلي اشوفكم شباب. شوفوا هاي كلها نزله ولا هاي نزله. شوفوها عبد راح اطير. على كيفك خلي اشوفهم. تعال خلي اشوفهم.
شوفوا شباب طبعا هاي الرياضه مال اطفال. ادخل منا علاوي منا اي شباب يعني جاي اصور لكم بيد واسوق بيد ما شايفين بيد اللي شوف شباب هاي هنا انا يلعبون الاطفال يعني الرياضه كامله مال الاطفال بس همينه موجوده مال الكبار بس كلها مال الصغار وهاي مال الكبار اللي هي بيها العقله بيها الشناو بيها كل شيء هي عادي هاي كلها علاوي يقول عادي نلعب بيها حبيبي هاي كلها مجانيه من الدوله مخلينها يلا خلينا ننزل لكم صار لكم هنا انا شباب شوف طبعا طبقة البايسكل هنا هاي كلها رياضة هنا واحد يقدر مثل البايسكل العفو هنا أنا إذا شايفين هذا الشيء شوفوا رجل منا ورجل منا يعني اثنين أشخاص يصعدون بيها هاي هنا للبطن هنا للرجلين هنا لليد هنا أنا يعني كل أمور رياضة كلها مجانية مال دولة يعني وعلاه وراح لهناك ما أدري وين راح هذاك يا جاي يصور شباب نزلنا من البايسكل انا بدي اصور لكم هاي اللقطه شوفوا هنا أنا الورد الابيض شوف الورد هنا ايش قد حلو هذا منا هاي منا هاي شرحت لكم عليها تصير بيها حفلات ومناسبات ومؤتمرات هاي منا النافوره الحلوه وهاي جبان فد يوم من الايام ان شاء الله سويتكم بيك شباب بالله خبلني عم الناس سوا اقوى من هالشي والله شباب طبعا عفنا البايسكل هسه وظلينا نتمشى لان مو كله بايسكل شو تقول علاوي اي والله لازم واحد يتمشى يشم هواء كلش كبيره يعني والله افترينا شويه المهم يعني انه واحد لازم يفطر يشم الهواء الحلو الاجواء الحلوه هاي هم يتمشى بيها علاوي يباوع وجهه الشمس هادئه الشمس هادئه الناس هادئه الشوارع هادئه يعني فشي كلش حتى شارع هادئ اي والله يا اخي احس والتبليط تبليط ناعم هو يمشيك صدق هو يمشيك والله الشباب بس باع الاجواء شباب طبعا نسيت اسولف لكم على هاي هنا تهبط هليكوبتر على مود انه للقاعة اللي هنا موجودة على شيني هاي ولك شيني هاي شباب شوفوا هاي هنا تهبط الهليكوبتر على شوف هنا تهبط الهليكوبتر على مود الناس مثلا مسؤولين او فتشي من يجون يدخلون عادي من هنا هاي المهبط مع الهليكوبتر شوفوا ومرات يلعبون بها سلة يعني عادي هي للهليكوبتر لل سلة ادبش على ادبش اي ها ها اي هو العراقي يدبش بتركيا المهم شباب راح نطلع من هاي الحديقة انا ساعتين نمشي ايش بيك حلاوي شنو هذا ساعتين نمشي ما كان وصلنا للباب مالته وذا شنو يعني صدق كذب با هذا ورد وهذاك ورد ايش اللي قل علي اطفال تقول لا هو انا تعمدت اسوي هيك بس على تصدق تركيا منطقه جبليه ترى جبليه كلها جبال والله سهله هاي كلها دائر ما دائرنا جبال وشلون الحافرين حفره ماكو حفره هي هاي وديان ايه هي طبيعة منا الله يعني كلها هيك وهيك نزلة وصاعدة يعني كلها نزلة وصاعدة عادي فطبيعي كلش طبيعي الامور المهم شباب راح نطلع من هاي الحديقة لان ساعتين نمشي فين السالفة ايش بيك حلاوي شنو هذا ساعتين نمشي ما تونا وصلنا للباب مالته وذا شنو يعني صدق كذب با هذا ورد وهذاك ورد ايش اللي قل علي تقول لا هو انا تعمدت اسوي هيك بس على تصدق تركيا منطقه جبليه ترى جبليه كلها جبال هاي كلها دائر ما دائرنا جبال وشلون الحافرين حفره ماكو حفره هي هاي وديان ايه هي طبيعه منا الله كلها هيك وهيك نزله وصاعده يعني كلها نزله وصاعده عادي فطبيعي كلش طبيعي الامور
شباب باع 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 الورد باش حالاته. شوف هذا كله ورود، كلها ورود يعني اشكال والوان، والله شيء كلش حلو. يعني تخيل انت بهيك مكان بهيك مكان وتشوف علاوة القروي، شو يصير بيك؟ شو ها شنو ايش بيك؟ يا ربوش فيها شو تبوش؟ هاي النملة يخاف من نملة هي غير تقروس نملة تركية، هاي مو عراقية تابعينها في الدق قناة. المهم شباب عفت هذاك الجسر، حسس شنو عفت هذاك الجسر؟ رجعنا من الجسر ورجعنا على الحديقة الثانية اللي هي بالبداية اللي عبرنا من عندها، وهسه جاي نفطر هنا. شوفوا شباب يعني انه بدأت العوائل تطلع، لان بدأت العصرية، الاجواء العصرية شوفوا هاي كلها عوائل هنا بدأت تطلع، لان هنا الناس يجون يغيرون جو بنفس الوقت، مرات يجيبون فطورهم يفطرون او يجون يغيرون جو او يطلعون اطفالهم او يطلعون حيواناتهم يتكرمون. فيعني حديقة كلش حلوة هي، وبالاخص ان المنظر من هنا كافي، من هنا على الجبل جو ألفت شيء. شباب ان شاء الله الفيديو عجبكم، ولا عجبهم لا مليار بالمئة مو بس اكيد. شو شباب يعني هاي اجواء هيك شيء عادي، ان شاء الله الفيديوهات نصور بعد بالجبال، نصور اماكن تاريخية، نصور امور ما مطروقة باليوتيوب كلها. والله هسه انا جاي اصور لكم اشياء ما مطروقة باليوتيوب، تدرون لو لا يعني بس بقناتي وبقناة مرة حلوة بس بقناتي وبقناة علاوي. يعني اكو اماكن هسه احنا هسه الاول البارحة العفو نزلنا الفيديو، وهذا اليوم هم فيديو، هذان الاماكن ما مطروقة يعني ما حد منزل بيها على اليوتيوب، وان شاء الله اماكن اكو هواية ببالي كلش هواية. المهم شباب هنا وصلنا وياكم لنهاية الفيديو، ولا تنسون اللايك والاشتراك، ولا تنسون تدخلون على الفيسبوك. اذكركم فاهمات ناسين، الليل ان شاء الله الساعة 10 لو ب 11 نفتح، بالعشرة ب 11 نفتح البث المباشر، بس على الاكثر الساعة 10. يلا حبايب اللي هنا نقول لكم باي.